وواضح من اول يوم ان هو من الشخصيات يعني عايز اقول الشخصيات الجميله، شخصيه محترمه، راجل عنده تاريخ قبل كده ودرب في انديه في اسبانيا ودرب في الاوروغواي. ومن اول يوم طبعا حطينا خطه الشغل وحطينا دور او حددنا الادوار كلها، وهو بصراحه من الناس يعني الشخصيات الجميله اللي يعني بتبعث الروح من المرح ومن البهجة والسعادة في الجهاز. يمكن احنا طبعا الوقت اللي بنقضيه في النادي اكتر من او المعسكرات من الوقت اللي احنا بنقضيه في بيوتنا، فبالتالي في مواقف كتيرة طبعا بتبقى موجودة بيننا كجهاز فني، وسبيستيان كمان وإليخاندرو بحكم ان هما اثنين مساعدين معاه كمان جايين، إليخاندرو للأحمال وسبيستيان مساعد. فاحنا الحمد لله يعني بصراحة ماشيين بشكل كويس جدا. مستلا صارتي علاقته كويسة جدا بالجهاز وباللعيبة والحمد لله ان احنا كمان يعني عايز اقول يعني في روح جميلة جدا رغم اختلاف الثقافات من أمريكا اللاتينية وإحنا من يعني الشرق الأوسط أو من أفريقيا، إلى أن كرة القدم بتجمع ثقافات مختلفة. في النهاية مصلحة النادي الأهلي طبعا بتحكمنا في كل رؤيتنا وفي كل قراراتنا وفي كل تحركاتنا، وبتمنى له طبعا التوفيق وبتمنى له النجاح. ماشيين بشكل كويس جدا لكن لسه طبعا ما فزناش بحاجة أو ما مسكناش حاجة. النادي الأهلي دايما بيعترف بالألقاب والبطولات، فأتمنى إن شاء الله إن إحنا في المستقبل إن شاء الله ربنا يكرمنا ونجني ثمار تعبنا سواء في بطولة الدوري العام أو بطولة أفريقيا أو أي بطولة.